في هذا العدد نتابع حدث تصويت على مشروع قانون المالية وما هي كواليس مناقشة هذا النص وما هي أهم مضامينه. تحقيق العدد يرصد الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمهام الملقاة على عاتقها. فقرة ثلاثة أسئلة تسلط الضوء على تداعيات الإبقاء على الساعة الإضافية وتفاعل النواب مع هذا الإجراء. مشاهدينا الأفاضل، السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلماني والناس. داخل هذه القاعة الخاصة بالجلسات العامة بمجلس النواب ستتم خلال الأيام القادمة المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. النقاش حول هذا المشروع يستمر داخل أروقة البرلمان. نتابع أهم الإصلاحات الضريبية التي حمل هذا المشروع والإجراءات التي تضمنها من أجل الرفع من المستوى الاجتماعي للمواطنين في قطاعات مثل الصحة، التعليم، الشغل، وما هي أهم الملاحظات والتعديلات التي عبر عنها النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية. كواليس هذا المشروع داخل البرلمان نتابعه من خلال حدث هذه الحلقة رفقة أمين الخالدي. هكذا بدأ الوزير الجديد يستأنس بأجواء اللجان البرلمانية ويتعرف على نواب الأمة ويقدم أرقام اقتصادية بحمولة سياسية عكس السابق. وهكذا نال قانون المالية لعام 2019 موافقة بأغلبية 185 صوتا ومعارضة 93 صوتا، وهذه أقرب التعديلات بالنسبة للمواطنين. عشرات ديال التعديلات كلها قريبة من المواطن. ملي كنشوفوا واحد السيد شرى الدويرة ديالو وبغى يبيعها وجات الحكومة وفي المقترح الأول دارت له 3% إذا كان كيفوت مليون، قلنا هذا الشيء ما يمكنش، رفعناه 4 مليون ديال الدرهم باش ذاك الطبقة المتوسطة والصغيرة ما تسافدش. مشينا للصحة ديالو، قلنا هذه المناضلة اللي كيشرب فيها السكر وعندنا داء السكر مرتفع في المغرب، زدنا على هذاك الشيء. شفنا البنيتات ديالنا ووليدات ديالنا كيتأذوا من الشيشة، زدنا فيها. مشينا كذلك الاجراءات اخرى اللي كتهم المقاوله، المقاول الذاتي حتى هو درنا اجراءات لصالحه. من المستجدات التي حملها القانون همت لجنه الثقافه والتعليم والاتصال 15000 منصب التعاقد ورفع ميزانيه التعليم بحوالي 7%. الفريق الاشتراكي يتراس هذه اللجنه ويناقش مواضيع اخرى. بناء على السنه الفارطه شنو هي المتطلبات ديال هذا باش نرصدوا هذه الميزانيه هذه؟ منين كيتصافوا؟ اذا لما كترصد بمعنى كيخصني ندخل بها، فاذا بي كنتفاجئوا لان كتكون كوارث طبيعيه للمستوى الوطني ولكن تدخلات محدوده وصرف الميزانيه كيبقى محدود جدا جزئي. هنا كاين الاشكال. هناك بعض الاصلاحات التي دخلت فيها يعني الحكومه الوزاره الوصيه، منها مثلا إحداث إجازة خاصة بتكوين أساتذة ومعلمي التربية الوطنية، وكذلك إجراء بعض التعديلات على التعليم العالي من حيث تكثيف الجسور وجعل يعني التكوين ولا التعليم بصفة عامة يلائم يعني العرض ديال الشغل اللي كاين في بلادنا. هشام المهاجري إلى جانب البرلماني محمد أبو درار من فريق الأصالة والمعاصرة كانوا من المتابعين لكل تفاصيل مشروع القانون المالي الجديد. بالنسبة للمهاجري، المشروع لا يلبي البرنامج التعاقدي الذي على إثره نالت الحكومة موافقة البرلمان. بعد النقاش 5 أيام في لجنة المالية، نقاش عام ونقاش تفصيلي للمواد القانون المالية، كيتضح بأن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يستجيب لتطلعات المواطنين ولا يستجيب للبرنامج الحكومي اللي تقدمت به الحكومة على إثره أخذت نصيب من البرلمان. في حين كان القول القطاعات الاجتماعية مجموعة من الوعود واللي غادي تنفذ في 2020 و21 لا علاقة لها بأرض الواقع، ما غينساش المواطن. من الجانب الثاني اللي هو ديال المداخيل، كان القول ضرائب تزادت على الطبقة المتوسطة الطبقة الفقيرة اللي غتنفذ عليهم في سنة 2019. نعطيك مثال، الضريبة على السكن أرباح في السكن أكثر من 6 سنوات، الضريبة على الدخول العقارية غادي تزاد على الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة. هاد الناس ملي ما لقاوش مداخل مشاو للتضريب السجائر، في حين كنا كنطالبوهم حنا باش يخرجوا
قانون اللي تنقص باش نقصوا الاستهلاك ديال السجائر وما خلاو القانون المرسم التطبيقيه ما خرجوهاش باش يكثروا المداخل من السجائر. هاد المداخل ديال السجائر كنخسروا عليهم ملايير، كنخسروا لهم ملايير في قطاع الصحه. قطاع السكر حتى هو زادوا على لي زامبورتاتور ديال السكر. يعني الحكومه تتخبط من اجل المداخل. خلاصه قانون الماليه بانه قانون ماليه اداري من اجل تصريف سنه ماليه بدون استجابه لا لحاجيات المواطنين لا للبرنامج الحكومي اللي على اثره تعقدت الحكومه مع المواطن ومع البرنامج. الميزانية التي خصصها القانون المالي للجهات هي في حدود 8 مليارات درهم، وهذا رقم ضعيف مع حجم انتظارات مختلف جهات المملكة تقول المعارضة بمجلس النواب. منطقة ديال سوس ما ستحتضر من ناحية ديال الماء، لأن الفلاح تيستثمر للفلاح البسيط العادي اللي تيمشي وهذا، ولكن في نفس الوقت حتى الفلاح المتوسط ولا الفلاح الكبير في الاستثمار وصل الماء لعندنا لجوج دراهم ديال المتر كوب من السد، بحيث أن 5000 ديال الهكتارات ماتت في الجهة. وفي قانون المالية ما لقيناش اللي يجاوبنا على هذا الموضوع بالضبط، اللي بالنسبة لي أنا ما كاين سياحة، ما كاين تعليم، ما كاين صحة، ما كاين إلى ما حلينا المشكل ديال الماء في الجهه. وامس احيل القانون المالي على الغرفه الثانيه من اجل الدراسه والتعديل والتصويت في اجل لن يتعدى 27 يوما ليعود الى الغرفه الاولى من اجل التصويت بالقبول او الرفض على تعديلات المستشارين، وهكذا فالقانون يرجح كفه النواب. بعد اخراج القانون المحدث للوكاله الوطنيه للوقايه من حوادث السير، نتابع الدور الذي تلعبه هذه الوكالة وكيف تشتغل وما هي مساهمتها في تنظيم السير وكذا التغلب على الاكتظاظ التي تعرفه المدن المغربية. هذا التحقيق ينتقل بكم إلى جهة الشمال لتتبع فرق السير والجولان هناك والتأثير الذي يخلقه الاكتظاظ، كل هذا مع الزميل أمين الخالدي. بمقتضى قانون 103/14 تم احداث الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه السنه الماضيه كمؤسسه مستقله تعوض مهام اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير. من مهامها المساهمه في اعداد وتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه وتتبعها وتقييمها واقتراح مشاريع النصوص التشريعيه والتنظيميه التي لها علاقه بمجال اختصاصها. الجديده سوف تساهم اولا في اعداد وتنفيذ وتتبع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. هناك مهام يعني انضافت خاصة بكل ما يتعلق بمؤسسات تعليم السياقة، برخص نيل رخص يعني السياقة، بالإضافة إلى الفحص التقني، بالإضافة كذلك إلى إنجاز مجموعة الدراسات الخاصة بالسلامة الطرقية. أوكلت أيضا للوكالة مهمة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة ومراقبتها ومنح ترخيص مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة والقيام بدراسات أخرى اجتماعية. قم بعدة دراسات سلوكية من بينها قياس المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق فيما يتعلق باحترام الضوء الأحمر، احترام علامات قيف، احترام الأسبقية، كذلك استعمال حزام سلامة، وكذلك استعمال خوذات الوقاية بالنسبة للدراجات النارية. المواطن في صلب اهتمامات الوكالة عبر القيام بعمليات التوعية والتحسيس والتوصل والتأطير لمختلف فئات مستعملي الطريق والرفع من مثل هذه المبادرات خاصة في أوقات الذروة كفصل الصيف وأيام الأعياد الدينية. هنا يحث المنشط على عدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة. أنا كنت مشكل وعطاني درس، يعني كنت ماشى في كنسوق وجاتني مكالمة وحنيت غير هكا باش نشوف دخلت في كاميون، وهذه عطتني درس بزاف. يعني فيما كنجي دابا باش نسوق تليفون كنحيدو، واخا يعيط لي عيط، ما كان يعني التليفون دائما ما كنقيسوش، واخا يتصل بيا شكون ما كان حتى كنوصل اولا كنشبر واحد البليصه على اليمين وكنوقف الطوموبيل عاد كنكمل عاد كنهضر في التليفون. وبالنسبه لحزام السلامه يعني راه كيحيد كينقص عليك الله يحفظ الا كان شي كنتي ماشي وفرانيتي او لا شي حاجه راه كيلقى عليك بزاف د الحاجات كتكون الله يحفظ كتسبب الاعاقه.
استراتيجية الوكالة همت في سنتها الأولى عقد شراكات مع بعض مؤسسات التخييم لتوعية الأطفال وتحسيسهم بأهمية السلامة الطرقية والتواجد والتحسيس في الطرق وأيضا محطات القطار وأبواب المطارات. زيانة التوعية داخل اللي كديروا لنا في لحسب كيفاش نستعملوا الطريق، يعني خصنا قبل ما نسافروا وقبل ما نشدوا الطريق يعني نتأكدوا من الطونوبير ديالنا بأن راه الروايد مزيان، يعني الموتور، الزيت، الفيدونج، الفران، يعني هادشي كامل، يعني ما نكونوش تحت التأثير ديال الأدوية ولا الكحول ولا شي حاجة باش نحافظوا على السلامة ديالنا والسلامة ديال الغير. هاد الناس هادو شرحوا لنا اليوم يعني كيفاش نحترموا قانون السير وان حزام السلامه خصو يكون ضروري بالنسبه للناس اللي جالسين القدام ولا اللي جالسين اللور، خصوصا الاطفال بحكم انهم يعني هما الاول اللي كيكونوا معرضين الله يحفظ لاي خطر الا وقعت حادثه سير. تخلف حوادث السير ببلدنا خسائر اقتصادية كبيرة ما يفوق 15 مليار درهم سنويا وحوالي 10 قتلى يوميا. هذه الخسائر يعمل المنشطين التابع للوكالة على إبلاغها للمواطنين عبر عدة طرق. دابا نتوما كمنشطين ديال هذه العملية، نتوما هما الوجه للعملية، نتوما اللي مع مختلف فئات مستعملي الطريق، نتوما الوجه ديال المؤسسة، وكتبقى الطريقة ديال التعامل والتعاطي مع هذه المعلومات اللي كتسوقوها انتم بعدا تكونوا مقتنعين بها باش كنقنعوا الاخر. دونك كاين التدخل الخطابي وهو ان هذه المعلومات اللي كاين هنا خصكم تكونوا عارفينها متفقين منها باش كنمروها بشكل ما كتبقاوش فقط حبيسي هذا المكان، هذا المكان سيت ان ديسبوزيتيف. بالنسبة لمستعملي الطريق يصبح اتجاه شمال المملكة في فصل الصيف من الخطوط السوداء نظرا لازدحام السير عند مداخل كل من مدينة تطوان والمدن الشاطئية القريبة منها والتي تستقبل السياح من المغرب وخارج أرض الوطن. مثلا وادلاو تنتقل ساكنتها من 15,000 شخص الى 200,000 شخص في فصل الصيف. يعني في ظرف واحد الزمان ديال 4 ساعات انقطعوا 40 كيلومتر، وهذا اللي كيجعل على انه كاين واحد مجموعه الاكراهات على المستوى ديال الاسعاف، كون على انه المناطق تعرف يعني واحد مجموعه الحوادث على المستوى ديال الاسعافات، وهذا كيجعل يعني واحد 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 الاشكاليه اخرى. هناك يعني واحد مجموعه الحلول اللي خصها الوزاره تبادر بها. اولا على المستوى ديال الأضلاع هناك طريق دائري، على المستوى ديال الانفاق هناك على مستوى ديال الطريق اللي رابطه ما بين طنجه وتطوان على المستوى ديال طريق شفشاون. غير بعيد عن وادلو مدينة الفنيدق من المدن التي يتضاعف عدد القادمين إليها في فصل الصيف 10 مرات. كان لنا لقاء مع خديجة الزياني نائبة برلمانية ومستشارة جماعية بالمدينة. ما هي الحلول التي تقترحها؟ طبعا يقدر يعاون من خلال التشريع. انا عملت سؤال كتابي وجهته لوزير النقل والتجهيز حول الطريق الدائريه اللي كانت غتخلق مدينه الفنيدق، اللي كانت غتحد لنا بعده مشاكل. طريق دائريه كتنطلق من الريفين وكتدخل وسط المدينه، خاصه عندنا سوق الاحد يوم الاحد، عندنا سوق نسميه الاحد اللي كيكون اكتظاظ اكثر، خروج سكان مدينه سبته المحتله من المنطقه، البوابه ديال اوروبا خاصه فصل الصيف دخول المسافرين عبرها، هذا كيخلق لنا اكتظاظ. الحل اللي كنقترحوا ان اضافه يعني مسالك طرق، اولا المآرب ديال السيارات تكون مآرب على المستوى العمودي، ماشي يعني مآرب السيارات ومواقف السيارات بحال الدول الاوروبيه، يعني اللي غتساعد يعني لواحد عدد كبير من السيارات، لان السيارات ملي كتدخل المدينه كتوقف على جوانب الطرقات. كما كنعرفوا كاين ديجا الاحتلال الملكي العمومي من طرف المقاهي ومن طرف المطاعم ومن طرف الباعة الجائلين، وهذا كيعوق عمليه السير. من هذا المنبر لابد ان نوجه تحيه كبيره لرجال الامن اللي كيقوموا بمجهودات جباره من اجل تنظيم السير. بالفعل رجال الامن على مستوى وسط المدن دورهم اساسي اولا في السلامه الطرقيه والوقايه من حوادث السير وتنظيم حركيه المرور والجولان. نحن هنا مع فرقه تنظيم المرور التابعه لولايه امن طنجه. لمنع الازدحام تم اتخاذ قرار على مستوى الشريط الساحلي يهم منع الوقوف والتوقف. خصصنا مجموعه ديال العلامات لمنع الوقوف والتوقف، وخصصنا موازاه مع ذلك دي باركينغ. هذا الباركينغ انطلاقا من دخل الميناء لغايه فندق موفونبيك تقريبا واحد 5 ديال الكيلومتر على هذا الطول كله، خصنا فيه علامه ديال منع الوقوف والتوقف، ودرنا دي باركينغ باش مستعملي الطريق يدخلوا السيارات ديالهم لداخل المرأب للباركينغ باش ما كتوقعش ديك العرقاله، لان اي سياره وقفتيها راه غتقوم بواحد العرقاله ديال مجموعه ديال السيارات من الخلف ديالها.
عدنا إلى الرباط وبالضبط إلى مقر البرلمان تزامنا مع مناقشة القانون المالي للعام المقبل. فهل المشروع المالي يجيب على إشكالية الازدحام في الطرقات عبر توفير نقل عمومي في مستوى تطلعات المواطنين؟ النقل العمومي هو يعني الأساس في هذا الموضوع. لو كان الداخلية اهتمت بالنقل العمومي الجماعي كما ينبغي كانت تحلت يعني اكثر من 50% ديال المشكل ديال الازدحام وديال المشاكل ديال اللي كتعاني منها التنقلات الحضرية. طبعا يعني الداخلية كان مفروض انها تخلق واحد يعني البرنامج خاص لتنظيم النقل الجماعي لا من ناحيه عن طريق الحافلات او التاكسي او حتى الترامواي في بعض المدن. يعني الان هذا الامر يعني اصبح يعني احنا كمعارضه ما كنشوفوش نهائيا هذا الاهتمام. انا ذكرت هذا الموضوع في اللجنه الداخليه قلت باللي الداخليه متخليه عن الدور ديالها في مجال النقل الحضاري داخل المدن ومخليه واحد الجو ديال العشوائيه هو المسيطر على الجو. من خلال هذا العمل فدور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مهم على مستوى التوعية والتحسيس والتشريع، لكن المهم أيضا هو دور رجال الأمن وطريقة تنظيم عملية المرور لتجاوز الازدحام كإشكالية لن تحل إلا بتوفير نقل عمومي متطور. بعد الارتباك الذي خلفته الساعة الإضافية بخصوص الجدولة الزمنية للفصول الدراسية مما أدى إلى خوض التلاميذ لاحتجاجات عارمة، نتابع كيف تفاعل البرلمان والنواب مع هذه الساعة الإضافية ومع احتجاجات التلاميذ، وما هي الحلول التي يقدمونها من أجل تجاوز هذا المشكل، وماذا عن اعتماد توقيت مدرسي داخل كل جهة؟ هل هو حل من الحلول؟ أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى السؤال الأول للسيد محمد مبدع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ما هي الحلول التي اقترحها النواب لعودة التلاميذ إلى حجراتهم الدراسية؟ أولا أي قرار وأي إجراء لازم ما يكون مصاحب بالتنوير وبالتواصل وبالإخبار وبالتأطير باش ينجح. فهذا القرار أنا كنفضل ياك يكون في واحد التواصل كبير لإقناع المجتمع ما وراء هذا القرار باش ينخط فيه الجميع باش ينجح. الآن كيف ما كان الحال القرار تخاد فيما يخص قطاع التعليم اللي هو اللي متضرر أكثر أو هو اللي يعني رافع الأصوات اليوم، فتعطات صلاحية الأكاديميات، كل أكاديمية خاصة تجتمع مع الأساتذة والمؤطرين التربويين وأولياء الآباء والآباء ديال التلاميذ، يجلسوا ويتذكروا على التوقيت اللي كيلائم للتلاميذ ويلائم كذلك الأطر التربوية باش يعني يحصلوا الدروس في يعني في ظروف جيدة وكتسمح لهم بالتحصيل يعني بطرق عادية. نفس السؤال بالنسبة للسيد رفيع المنصوري عضو فريق استقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، ما هي الحلول التي اقترحها النواب لعودة التلاميذ إلى حجراتهم الدراسية؟ اولا قبل ما نقترح الحلول اللي اقترحناها في فريق ديالنا النيابي ان بشجع اولادنا للدراسه، نحن في فريق استقلال اليوم كنطلبوا من بناتنا اولادنا التلاميذ انهم يلتحقوا بالحجرات، لان اي ساعه ضاعت لهم فهو مشكل بالنسبه لنا، وكنعرفوا الاهميه ديال التعليم بالنسبه لاولادنا وبناتنا. فعلا القرار اللي دارته الحكومه كان قرار فجائي للتلاميذ، ماشي غير التلاميذ بل المغاربه كلهم، العاملات العمال الفلاحين الموظفين كذلك. طبعا نبهنا الحكومه في اكثر من مناسبه سواء عن طريق الاسئله الشفويه الانيه او داخل اللجان، ونحن اليوم بصدد مناقشه مشروع قانون الماليه، بان هذا القرار كان يتطلب واحد دراسه قبليه وبعض من التريث فانها ديروا، وطلبناها بانها تعدل على هذا القرار يعني ترجع عليه بصفه نهائيه. طبعا اليوم حنا كنشوفوا بان الحكومه صدرت بعض البلاغات انه كتقول الاكاديميات والمديريات الاقليميه ان كل جهه وكل اقليم يوافق الساعه اللي كتناسبه هو. هذا بالنسبه لنا فريق استقلالي ما يمكنش يكون حل، لان حنا نعمل على توحيد جميع الانظمه عندنا في البلاد، التوقيت ديال الدراسه نعمل على توحيد بزاف ديال الحوايج، فاذا بنا اليوم كنجدوا نفسنا باننا في اطار في بصدد التفريقه ديال التوقيت. وهذه السؤال الثاني، كيف تعامل النواب مع قرار الاحتجاجات على مستوى الدوائر؟ لا اولا خصنا نعرفوا كان القرار مفاجئ
يعني ما سبقات وشايت إشارات يعني اللي كتنبه الناس للتغيير ديال التوقيت أو الإبقاء عليه. الآن احتجاجات كنا في مدن متعددة لابد لأن هذه الاحتجاجات إلى ما أبطنها شيء وما وعينا شيء الناس تقدر تخرج منها شيء حاجة اللي غتي صعاب أننا نتحكم فيها من بعد. لهذا لازم التواصل، لازم التأطير، لازم الإقناع، ولكن لازم ما نصنتوا لهاد الناس والأصوات ديالهم ونجاوبوا معها ويكون واحد تفسيرات واحد الإقناع باش نلقاو الحل لكي ييسر الأمور. طبعا على مستوى الدوائر روحنا كنواب ديال هاد وكنمثلوا هاد وكنتشرفوا بتمثيل الدوائر ديالنا داخل قبة البرلمان. طبعا حاولنا اننا نأطروا الناس واننا نتواصلوا معهم ونعرفوا عن كثب شنو الوقع ديال هاد الساعة عليهم. طبعا حتى حنايا جزء من المواطنين حتى يعني كنعيشوا المشاكل ديالهم بشكل يومي، ما يمكنش نهضروا بمعزل عن الحياة اليومية اللي كيعيشوها. اذا حنا في تتبع ديالنا في الدوائر ديالنا كنشوفوا المعاناة ديال الساكنة، كنشوفوا المعاناه ديال الامهات والاباء اللي مثلا الامهات اللي هما موظفات والاباء كيف كيعملوا باش يوصلوا ولادهم وفي ذاك الساعه اللي عطاو لهم باش انهم الغداء داك في اطار وخاصه وان كاين الزحام في الطريق، كاين المدن الكبرى كنتكلم العالم القروي. السؤال الاخير، هل الحل بالنسبه لاضافه ساعه علاقتها بمقاطعه بعض التلاميذ يتطلب حل وطني او على مستوى كل اقليم من المملكه ولماذا؟ الان الاكاديميه عندنا في المنطقه راها بدات كتواصل في اطار لجنه جهويه كتواصل مع الجمعيات ديال الاباء ومع المؤطرين باش يلقاو يعني التوقيت اللي كيتوالم مع المنطقه ديالنا. اذا الرساله اللي توجهها للتلاميذ؟ لا، التلاميذ اولا اللي كنبغي هي يعني حنا في بلد ديال الحريه ديال التعبير فعلا، ولكن ما خصش التعبير يسوقنا ياك اللي نمسوا بالممتلكات او نضيقوا على السير العادي ديال المرافق. واكيد ان الاصوات وصلت وان المسؤولين غادي ياخذوا بعين الاعتبار الخصوصيه ديال كل منطقه ولقاو يعني الحلول يعني اللي كاتواتي. ورئيس الحكومه اعلن عليها ان غادي يدير لجنه ياك اللي غادي يدير تقييم ديال هذا الاجراء هذا وتلقى الحلول اللي كتناسب وتمشي للمؤسسات والمواطنين في امور عاديه ان شاء الله. دابا غير باش نهضروا، هذه راه بانت حركه تلاميذيه في الاحتجاجات، ولكن هذه الزياده ديال الساعه راه كتهم جميع الشرائح ديال المغاربه. الحل اللي هو جزئي او على مستوى الاقليمي بالنسبه لنا هو غير كافي. الحكومه يجب انها تتريث في القرارات ديالها وتشوف الصيغه التوافقيه اللي يمكن ديرها على المستوى الوطني، لان ما يمكنش نمشيو في التصور او نمشيو في احتجاج بان كل اقليم عنده نظام ديالو، لان مشكل ما كيعنيش غير التلاميذ فقط، كيعني العمال، كيعني العاملات. عندنا العاملات في معبر سبته، عندنا هادو كيف كيعملوا يخرجوا؟ راه خصهم يخرجوا في الليالي باش يوصلوا الخدمه ديالهم. بمعنى هذا مشكل بان دابا عند التلاميذ والتلميذات الاحتجاجات اللي كنطالبوهم يرجعوا للديور ديالهم والمقاعد ديالهم يقراوا، ولكن راه غيمس شرائح اخرى اللي خص الحكومه تعمل حل جذري اللي كيمس جميع هاد الشرائح. والان نفتح المجال امام اسئله البرلمانيين واجوبه الساده الوزراء عليها. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضل السيد الرئيس المحترم. السيد الرئيس، السيد الوزير، كان بودنا ان نسالكم سؤال اني حول بعض الحركات اللي كاينه الاحتجاجيه على التوقيت الرسمي، ولكن بما ان الحكومه لم تقبل بغينا نساهموا في الحلحله ديال هذا الاشكال. السيد الوزير، بعد ايام من اتخاذ القرار ديال الساعه الرسميه ديال التوقيت الصيفي، وبغض النظر على الملاحظات ديال اتخاذ ديال هذا القرار، وبالرغم من ان الحكومه اخذت مجموعه من القرارات المواكبه الحكيمه ولا سيما فيما يتعلق بالملاحظات التي اثرت حول التوقيت المدرسي وحول التوقيت الاداري، تنشوفوا اليوم وليداتنا ابنائنا وبناتنا من التلاميذ ومن التلميذات خارجين للشارع ليحتجوا على هذا التوقيت. احنا اولا بغينا نقولوا بان هذا الامر هذا بغينا ننوهوا فيه بالطريقه اللي تعاملت به الحكومه والسلطات الامنيه مع هذه المسيرات بمسؤوليه بهدوء وبوطنيه عاليه، وهذا اساسي. هذه الاولى. ثانيا بغينا نتوجهوا لهاد الابناء ديالنا والبنات ديالنا ونقول لهم بكل وطنيه ان الرساله ديالهم وصلت
وان عليهم يرجعوا للمدرسه، وان هذا الامر راه كاينه حكومه تتابع الموضوع، كاين برلمان يتابع الموضوع، كاين مسؤولين اداريين وتربويين تيتابعوا الموضوع. الرساله وصلت، الله يجازيكم بخير، العوده الى المدرسه بهدوء. وكذلك ما بغيناش تكون بعض هذه معزوله، حاله معزوله ديال المس بالرموز الوطنيه، هذه ناشئه مواطنه وحنا تنقدروا هذه الروح الوطنيه ديالها العاليه، ما خصهاش تمس بالرموز الوطنيه وبالعالم الوطني، وهذه حاله معزوله. لذلك فحنا تنقولوا لهاد وليداتنا، الابناء ديالنا والبنات ديالنا، الرساله ديالهم. والحكومه كيف ما قلتوا هذه واحد الوضعيه تجريبيه تقييميه، خصكم تواصلوا التواصل والحوار من اجل واحد ايجاد واحد الحل واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. بغيت غير نذكر واحد العدد ديال الاجراءات اللي قامت بها الحكومه مباشره بعد الاقرار لتوقيت جي ام تي زائد واحد، اللي احنا في الاول المقاربه ديالنا هي الاستجابه للاسر. كان الاشكاليه الكبرى اللي عبروا عليها الاسر هو المشكل ديال الالتحاق في المدارس والانصراف منهم في الليل. دونك كان خصنا لابد نقترحوا واحد البرمجه اللي كتستجب وكتتجاوز هذه المشكلات ديال الليل. واقترحنا التاسعه انذاك، تبين من بعد واحد سوء الفهم ديال واحد العدد ديال الامور. لهذا من بعد قدمنا هذا المشروع للشركاء ديالنا، ولا سيما الاولياء واباء التلاميذ اللي حبدوا الفكره وطلبوا منا باش نعطيو اكثر مرونه واكثر فرصه المديرية الأكاديمية الجهوية باش يمكن لهم يدبروا هذا الأمر أخذا بعين الاعتبار الخصوصية المجالية. وذاك الشيء اللي تم، واليوم الحمد لله عندنا 8 ديال الجهات اللي اعتمدت 8.5 12.5 2.5 6.5، وربعة الجهات اللي بقات في 9 الوحدة 3.7. اليوم حنايا مستعدين لأي نقاش، لكن المشكل ديال التوقيت المدرسي حنا مستعدين باش نواجهوا كل المتطلبات ديال الأسر ونحلوا هذا المشكل ونتجاوزوا هذه المشاكل. اليوم اللي كنبغي دعيت الاسر باش يتجندوا ويقنعوا وليداتهم باش يرجعوا للاقسام ديالهم ويتوفقوا في المسار الدراسي ديالهم، لان هذا الشيء راه ما كيصح لحتى شي واحد. اليوم كيتبين بان واحد الاطراف اخرى دخلت على العمليه، والتلاميذ ما عندهم علاقه بهذه التصرفات لا معقوله اللي كاينه في الشارع المغربي. كنطلبوا من هاد التلاميذ يكون عندهم واحد الحس الوطني ويرجعوا الاقسام ديالهم والتعبئه ديال الجميع باش الوضع يولي على عادته. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. وبهذا مشاهدينا ناتي لنهايه هذا العدد من المجله، شكرا على وفاء المتابعه، شكر موصول ايضا الى طاقم البرنامج الذي ساهر على اعداد هذه الحلقه. نهاية أسبوع موفقة رفقة برامج قناتكم دزام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.